السلام عليكم والشباب وخاصنا الحمات والحمات بعاد كاينين في كيبيك ولا اليوم غادي نمشي لكيبيك نجيبوش الحمات ان شاء الله وغادي نشاركوا معكم هذا المشي ديالنا لكيبيك خليكم معنا فرجة ممتعة ان شاء الله.
اذا شباب، وفي الاخير ديال هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم هذا الموقع ديالي تقديت اليوم اللي فيها شي حاجه تقريبا ديال الشهر وفيها شي حاجه اخرى ديال الاسبوع. والمهم الموقع ديال الشهر هي المهمه عندي انا اللي كنجيبها من كيبيك حيت بعيده تقريبا عليا بواحد 3 السوايع المكانه، و او ميم طون السلعه ديال كيبيك كنجيبها كنحطها في كونجيلاتور، تيبقى لي غير الخضره الزيت داكشي اللي خفيف ظريف هذا الشيء كاين هنايا ماشي مشكل. المهم ان احنا هو الحلال، اللحم الحلال هو المهم والبنه ديالو صراحه. اللحم كاين هنا حلال واني ما بنيناش. بالنسبه للموق ديال الاولى كاين فيها هاد الياغورت هذا، كاين فيها بطاطا 1.5 كيلو جوج كيلو تقريبا، البصله حتى هي وكذلك، جوج حبات تاع الثومه، شويه ديال الكاروت منقي هاد الجون كاروت، الشوكولات هذا بين على حسب بنصاوب شي حلوه ولا شي حاجه، لويزات، بان دوليفي، فرماج، والزيت. وكاين هذاك البلاطو اللي كتشوفوا في التحت هذاك على حساب الحليوات لا بنصاوب شي بيش. وهذا نعناع ديال اتاي، المعدنوس مابقاش عندي المعدنوس على حساب الطويجنات. هذا الموقع ديالي الاولى فيها تقريبا 87 دولار، هذه عند مترو، هذه عند مترو هنايا في المدينه ديالي تقريبا في سان فيليسيان، حيت ما بلا ما نتقلب داكشي نجيبو من لي ميم بري تقريبا ما كاينش اش نتقلب به، كنجيب داكشي ديال الحلال عند الجزار صافي. تقريبا كيبيك كنمشينا غير عند الجزار. وهذا الطاجين ديال كيبيك بان لقيتو عند الجزار ني تعجبني تقريبا زويون، يا سلام 23 دولار، مخير مخير صراحة. جبت معايا الطاجين من المغرب ولكن جبت معايا طاجين صغير ما قدنيش، ودابا الا جا عندك شي حد ضيف ولا شي حاجة ما كتلقاش فاش طيب ليه داكشي علاش اللهم. لقيت الطويجين زويون جبتو، يا سلام زوين يا سلام صراحة. وهنا غندوزو للحيمات، هادو لي غونيون الفولات ديال الغنمي، هادو تقريبا شي 8 دولار، 8 تقريبا فاصلة شحال تما 8.39، هادو 8.39. وعندك الكرعين ديال الغنمي، هادو الكرعين ديال الغنمي يا سلام تيعجبوني انا مع اللوبيا ولا مع الحمص، او بحال لا كاس في المغرب صافي، راه ما كاينش في كندا، راه كتاكل هادشي راه ما كاينش في كندا. وهادو الكرعين ديال البقري لا يعلى عليهم حتى هما، مرة مرة كتزوق مرة الكرعين ديال البقري مرة الكرعين ديال الغنمي. وهذا راك عرفتو شناهو اللي راه الراس الغنمي داير بحال ديال القن، هنا الراس سبحان الله تيسلخوه تيحيد ليه الجلة ديالها، ماشي بحالنا حنا كنشدو الراس وكنديرو ليه كنشويوه عند الفراشي أولا فوق العواد وكتا كيتحيد من داك الزغب داكشي عاد كناكلو. هنا لا، هنا تيجدو هاد الناس الحولي وتي يقشروا كما قلت لكم تيحيدوا لي الجلده. وهذا الرس الغنمي 5 دولار، وما ارخص حاجه هنا في كندا. هذا الجيكو ديال لانيو، الفخض ديال الغنمي 57 دولار. هذا الكتف بالعنقره ديالو تا هو زوين، هذا على حساب كسكسو الشوا، هذا ب 59 دولار. هذا الموق ديالي تقريبا تاع اللحم هي اللي غادي تديني تقريبا شهر حتى شهر ونص، شهر تلت شهور ونص. بالنسبة للزوات حتى هما نسيت ما قلتهاش لكم، الزيتون كحل والزيتون احمر. الزيتون كحل أول مرة كنتقدا هاد الزيتون كحل بحال هذا ديال المغرب صراحة، قبل كنت نلقى هذاك ديال داك ديال الشركات عرفتو تيكون ملاس وما فيه لا من الحالة والو، ما عاد كاع كيدير ما فيه حتى شي بنة. واليوم بعدا لقيت هاد الزوات نادو، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله على نعمة. وكما قلت لكم هذيك الموق ديال دابا تاع اللحم وداك الشيء هذيك كتديك تقريبا شهر حتى شهر ونص. اما الموق ديال الاخرى ديال الخضره هذيك راه سيمانه حتى سيمانه ونص كاع ماكسيموم، غادي نمشي للمترو الا خصتني شي حاجه خفيفه ظريفه حدايا مترو، ميم با 5 دقائق ولا 10 ها مترو وحدايا كنتقدي داك الشيء اللي بيخصني. غالبا هاد الخضره دابا راه ما نتقداها حتى السيمانه الجايه، هذا الشيء اللي كاين. ايوا هادي هي كندا وهادي هي الاجواء ديال المقديه ديالتي انا بعدا كنشارك معكم هادشي اللي كنتقدا انا كمغربي. اما مقديه اخرى كيتقداو ناس اخرين تيبان لي كيجيبو دي برودوي اللي هما تقريبا برانيين عندنا حنا بالنسبه للمغاربه. والمهم كنتمنى هاد الفيديو يكون عجبكم. نسيت ما قلت لكم واحد القضيه مهمه ما شاركتهاش معكم، لو برودوي باش كنغسل الحوايج ديالي، وهذا هذا تقريبا داير 25 دولار